بتحقيق مشروعنا المجتمعي التنموي والتي قررنا بعون الله وتوفيقه أن نتصدى لها بإطلاق مبادرة طموحة مخلقة باسم مبادرة الوطنية للتنمية البشرية. على مستوى العمل توجد انجازات الحاصله مشرفه، واللي كان مجموعه ديال المشاريع التي برمجت لانجزت من 2019 ل 2022 231 مشروع. هذا ما يخص البرنامج الاول، تم اقتناء 10 ديال الوحدات ديال النقل المدرسي، وكذلك اقتناء وحده متنقله للصحه. فيما يخص البرنامج الثاني، تم تقديم 49 دعم للتسيير للمراكز الاجتماعيه اللي كتسير من طرف الجمعيات على مستوى العمالة، كذلك اقتناء 4 ديال الحافلات للنقل المدرسي بالنسبة للأشخاص وضعية الإعاقة، يعني إحداث 3 ديال المراكز، كذلك صيانة في مراكز الاستقبال. فيما يخص البرنامج الثالث، وتم إنجاز ديال 103 ديال المشاريع، تمكنت من إحداث على مستوى العمالات وعلى مستوى عمالة وجدة لفائدة الشباب فرص الشغل. فيما يخص البرنامج الرابع، إحداث 26 وحدة للتعليم الأولي، اقتناء حافلتين للنقل المدرسي، كذلك عملية مليون محفظة، استفاد حوالي 200 ألف مستفيد من عملية من سنة 2019 لسنة 2022.